عاجل في مفاجأة كبرى، توقعات بطرح عملة جديدة في مصر والكشف عن قيمتها، وعاجل أول رد من السلفيين على تسريبات الإخوان في مسلسل الاختيار 3، وواعظة تثير الجدل حول القبلات بين الأزواج في نهار رمضان، وعاجل مشروع قانون جديد لمعاقبة المواطنين بسبب الطعام، والحكومة ترد على شائعة مثيرة للجدل في رمضان، والأرصاد المصرية بتحذر المواطنين وتجيب على سؤال متى نرتدي الملابس الصيفية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد، وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل في هذا الفيديو لأكتر من 3000 أعجبني، ممكن نوصل ل4000 كمان. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. أول خبر متعلق بالعملة، هل فعلا هيكون في فئة ال 500 جنيه؟ نعرف مع بعض التفاصيل. توقع الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري المصري وليد ناجي صدور عملة جديدة في مصر من البنك المركزي. وأضاف ناجي أنه تم اقتراح طرح ورقة بنك نوت فئة 500 جنيه والتي تم اقتراحها منذ سنوات، ولكن لم تفعل بعد. من المتوقع تفعيل المقترح الذي لا ينتظر سوى إقرار المركزي، حيث نحتاج لتلك الفئة جديدة في السوق المصري، خاصة مع وصول الورقة ب 200 جنيه إلى 10 دولارات، كما أن الاتحاد الأوروبي أصدر ورقة ب 500 يورو بالفعل. كما أوضح أن العملة المحلية فئة 25 قرش أي ربع جنيه لم تلغى بعد، ولم يتم وقف تداولها من قبل البنك المركزي المصري رغم عدم وجودها في السوق وندرة التعامل بها، إضافة إلى 50 قرش الورقية على وجه التحديد. طبعا العملة المعدنية ممكن تكون شغالة فئة النص جنيه اللي هي 50 قرش، ولكن يعني الورق ما بقيناش يعني نشوف تداول العملة، ما بقيناش نتعامل فعلا بورقة الربع جنيه أو بالخمسين قرش. ممكن في ناس تتعامل بها، ولكن يعني نادرا لما نلاقي دلوقتي ناس بتتعامل بفئة النص جنيه، ما بالك بالربع جنيه، يعني تقريبا ما فيش حد دلوقتي بيتعامل بفئة الربع جنيه، ولكن هي مفعلة من قبل البنك المركزي، ولو حضرتك تعاملت بيها ما فيش أي مشكلة، ولكن يعني في الواقع صعب تلاقي حد بيتداول فئة ال 25 قرش أو النص جنيه الورقية مش المعدنية. وأكد نائب رئيس البنك العقاري إن الجنيه المصري ما زال محتفظا بأهميته وقوته في التداول بسوق الصرافة، ولن يختفي نظرا لاحتياجنا لوحدة نقدية فئة 100 قرش يقاس عليها الإصدارات الأخرى من النقد المحلي، سواء تم صق العملة في صورة جنيه ورقي أو معدني أو من الفضة أو حتى عملة بلاستيكية. وتابع كما كشف البنك المركزي في تصريح رسمي له خلال العام الماضي بإصدار عملة بلاستيكية سيبدأ في طرحها بالسوق المصري قريبا من فئة 10 جنيه، وما زلنا ننتظر تفعيل القرار. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وقولوا لنا في التعليقات تحت ايه رأيكم في اصدار فئة جديدة من العملة المصرية بفئة ال 500 جنيه او ورقة نقدية بفئة ال 500 جنيه في مصر، قولوا لنا رأيكم في التعليقات تحت وانا بقرأ التعليقات وبهتم بيها جدا. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وعاجل اول رد من السلفيين على تسريبات الاخوان في مسلسل الاختيار 3. قال رئيس حزب النور السابق السلفي يونس مخيونة إن حزب النور شارك في ثورة 30 يونيو مع جميع أطياف الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين. ووضح مخيون ردا على ما ورد في تسريبات في مسلسل الاختيار 3 إن جماعة الإخوان يريدون تشويه جميع الفصائل الأخرى لكي يظهروا للشعب المصري بالصورة الفاضلة. وتابع مخيون: الإخوان أرادوا إقصائنا من المشهد السياسي لكن لم يوفقوا بهذا الأمر، والدنيا كلها عرفت كذبهم وإنهم هم من أرشدوا عنا للأمن وحاولوا وصفنا بصورة سيئة. وكان محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان قد قال بالحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3 أثناء حديثه مع خيرة الشاطر العقل المدبر للجماعة خلال تسريبات عرضت لأول مرة في المسلسل إن السلفيين شراذم وليس لهم ثقل في الشارع المصري. مصدر معانا كامل القناة 24، وهذه كانت تصريحات رئيس حزب النور السابق السلفي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، واكتبوا لنا رأيكم في مسلسل الاختيار 3 في التعليقات تحت.
ننتقل مع بعض الخبر آخر. وواعظة تثير الجدل حول قبلات بين الأزواج في نهار رمضان. وأثارت الواعظة في وزارة الأوقاف المصرية وفاء عبد السلام الكثير من الجدل والتساؤلات بين المصريين حول حكم القبلات بين الأزواج في نهار أيام رمضان. وقالت الواعظة بوزارة الأوقاف: جاء أحد الرجال إلى النبي محمد وسأله أقبل في نهار رمضان؟ فأذن له وكان شيخا كبيرا، ثم جاء أحد الرجال وسأل نفس السؤال ولم يسمح له النبي لأنه كان شابا صغيرا. وتابعت الواعظة: النبي كان بيقبل في نهار رمضان ولكنه أملك الناس لنفسه عن الشهوة، وهذا يعني إذا أخذ الأمر صورة شهوة يجب منع التقبيل، لكن القبلة في حد ذاتها ليست مشكلة ولكن ما يترتب عليها، ولذا فإن الأولى أن تكون القبلة بين الأزواج بعد الإفطار. ووردت من قبل دار الإفتاء المصرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على لسان الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال: هو التقبيل مكروه؟ وعلى الإنسان أن يبتعد عنه لأنه لو ترتب عليه إنزال يفسد صومه. وأثارت هذه الفتاوى الكثير من الجدل بين المصريين لأنها لم تحدد هل التقبيل حلال أم حرام أثناء الصيام. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني هقول لحضراتكم بكل بساطة، لو حضراتكم يعني ما فهمتوش قوي من التفاصيل اللي قالتها الواعظة، إن بالنسبة للناس يعني الناس الكبيرة في السن الرجال لو قاموا بتقبيل زوجاتهم أعتقد يعني ما بيبقاش في يعني غرض ما، ولكن يعني الشباب الصغير اللي لسه متجوز يعني القبلة بيبقى أكيد بيترتب عليها بعض الأشياء، فبيبقى من المكروه التقبيل في نهار رمضان. ده على حد علمي وعلى حد ما أنا فهمت. وأترك ليكم طبعا التعليق على هذا الخبر، وافيدونا بتعليقاتكم لأنكم شريك معنا. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والحكومة ترد على شائعة مثيرة للجدل في رمضان. وردت الحكومة المصرية على أنباء تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الأسواق، مؤكدة أنها تواصلت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء. وشددت الوزارة على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات الفحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة. وأوضحت أن ذلك يتم من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت محلية أو مستوردة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة. المصدر معانا كان من RT. طبعا زي ما قلت لحضراتكم في فيديو سابق ان وزارة التموين بتراقب كل ما هو يخص السلع الغذائية في مصر، فوزارة التموين والتجارة الداخلية ليس عليها اي حرج، انما المشكلة في الباعة الجائلين اللي بيعدوا على البيوت ويشتروا الزيوت المستخدمة من السيدات بمقابل مبلغ مادي عشان يبيعوها مرة تانية للمطاعم. فيجب تجديد الرقابة على هذه الأمور، والموضوع إن شاء الله يتحل لأن الموضوع ممكن أن يسبب أمراض. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. والأرصاد المصرية بتحذر المواطنين وتجيب على سؤال: متى نرتدي الملابس الصيفية؟ تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة موجة حر كبيرة، حيث تجاوزت درجات الحرارة في القاهرة 36 درجة وبلغت 40 درجة بجنوب مصر. وفي هذا الإطار كان أكتر سؤال مطروح خلال هذه الفترة: متى نرتدي الملابس الصيفية؟ وهو ما أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد المصرية الجوية، حيث كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة إن تخفيف الملابس يكون خلال ساعات النهار ويكون تدريجيا، ولكن يجب الحذر لأن الأجواء تكون باردة ليلا. وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة في تصريحات إلى أن هناك فارقا بين العظمى والصغرى بيصل ل 15 درجة، وحذرت من المبالغة من تخفيف الملابس وقالت: عادة يبدأ ارتداء الملابس الصيفية بعد شم النسيم والذي يأتي في 25 إبريل الحالي. ولفتت أن فصل الربيع معروف عنه التغيرات الحادة والسريعة، لذلك يجب متابعة النشرة الجوية يوميا.
مصدر معانا كمل اليوم بالسابع، وانا مش هحرم حضراتكم من النشرات الجوية اليومية حفاظا على صحة حضراتكم، وعشان ما يكونش يوم حر نلبس يعني شتوي ويوم يكون شتوي نلبس صيفي، فاتأكدوا انكم تكونوا عاملين متابعة للصفحة عشان النشرات الجوية يوميا تكون عند حضراتكم. اترك لحضراتكم التعليق وننتقل مع بعض لخبر اخر وعاجل، مشروع قانون جديد لمعاقبة المواطنين بسبب الطعام. وقدمت النائبة في البرلمان المصري أميرة صابر مشروع قانون جديد لتنظيم مكافحة هدر الطعام والتخلص منه بإلقائه في القمامة وتشجيع إعادة توزيعه والتبرع به مرة أخرى للاستفادة منه. وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها في مجلس النواب إن مشروع القانون بيستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن وبالشراكة مع المجتمع المدني. وأضافت النائبة أن مشروع القانون ينص على عقوبات وغرامات ولا يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس أو السجن، لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي لبنوك الطعام. نص مشروع القانون على عقوبات رمي أو إلقاء أو إهدار الطعام أن يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 500,000 جنيه، وللمحكمة وقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار إليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتضاعف العقوبة في حالة العبودة على تكرار هذا الأمر. وحظر مشروع القانون على مقدمي خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المباع الصالح للاستهلاك الآدمي، كما ألزم كل من يقدم خدمات الطعام من مطاعم وبائعي التجزئة وغيرها بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل والواقعة في المنطقة جغرافيا المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الآدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام، حيث تتلقى بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليها بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام. وأعطى مشروع القانون الإشراف على الأمر للهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تضع اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به ومعايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية على سلامة وفحص جودة الطعام. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وهذا القانون أو مشروع القانون ده يعني في الجون زي ما بيقولوا، لأنه هيساعد الفقراء والمحتاجين إنهم يأكلوا أكل كويس تم الإشراف عليه من قبل بنوك الطعام وتحت رعاية الحكومة، فده شيء هيكون إيجابي وكويس جدا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم ما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.